بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات الموشن جرافيكس. هنكمل النهاردة ان شاء الله الجزء الثاني الخاص ب 7 day news intro، وطبعا الجزء ده هو الخاص بالافتر افكت. مبدئيا علشان ان انت تقدر تستورد ملف الـ AEC اللي طالع من السينما، او ملف بروجكت الافتر اللي طالع من السينما، لازم بتنزل عندك في البلوجنز في الافتر افكت بلوجن خاص من شركة ماكسون. طبعا هتخش على موقع الشركة، هنخش على اعتقد اسمه maxon.net انا ما افتكر، maxon.net. شوف اما كانش maxon.net يبقى اكيد .com، هو فعلا maxon.net. طبعا لما الموقع يفتح معاك هتخش على داونلودز، من داونلودز هتخش على ابديتس. طبعا في ابديتس على فكره انا حاول تتابعوا الجزء بتاع ابديتس ده، على طول بينزل فيه حاجه كويسه جدا سواء للنسخ او للبلاجنز. فانا اللي يهمني في الجزئيه دي البلاجنز، هتروح على بلاجنز. اللي يهمني البلاجنز الخاصه بالافتر افكت، وده اللي عجبني في شركه ماكسون بصراحه، يعني تكامل منقطع النظير مع الافتر افكت. طبعا انت هتشوف اصدار الافتر اللي عندك من اول 6.5 لغايه CS3 CS4 CS5، هتعمل داونلود وتنزل البلاجن وتاخده كوبي وتحطه في فولدر بلاجنز بتاع الافتر افكت بيست. بعد كده هنروح للبروجكت اكسبلورر ودبل كليك، ونروح للمكان اللي احنا عملنا فيه سيف. هنروح هنلاقي ملف اسمه main.aec او حسب اسم المشروع اللي انت عملت له سيف، نضغط ونعمل اوبن عشان يفتح لنا الكومبوزيشن او المشروع بتاع السينما جوه الافتر افكت. هنلاقي بيعمل لنا فولدرين، واحد اسمه سبيشال باسز وواحد اسمه او باسم المشروع. سبيشال باسز في الباسز اللي احنا عملنا لها اكسبورت او عملنا لها ريندر من السينما، عندنا الباس بتاع الالفا وعندنا الباس بتاع الاوبجكت بافر. ضغطنا دبل كليك مثلا على ده، تمام، نشوف ده اللي هو بتاع التكست زي ما احنا شايفين. عندنا بعد كده ده ان كان على ده الاوبجكت بافر 6 في وغيره، بقى في اوبجكت بافر اللي هو 5، ده بتاع رقم 7، وهكذا. كل دول الاوبجكت بافرز اللي طلعوا من السينما 4D. انا اللي يهمني ان انا انزل او اعمل الاول دبل كليك على الكومبوزيشن دي عشان افتحها. غالبا بشيل كل اللي بينزل هنا وابدا انزلهم واحد واحد. اولا انا في حالتي دي هحتاج اللي هو الباس الار جي بي اي عشان الالفا، او ان انا اخد المين، يعني المين ده الريندر الاساسي والار جي بي اي برضو الريندر الاساسي. هسحبها هنا كده، طبعا هو بس مترحل شويه فهزق الكاميرا هنا وهفتح دي كده، تمام. ادي السين بتاعتي وهي نازله بالفا زي ما احنا شايفين، نازله بالالفا تشانل بتاعتها. طبعا لو انت عايز تعمل اي بوستنج او اي كولر كوركشن على حاجه، وليكن مثلا انا عايز اعمل بوست على التكست دي او اظبط اللون بتاعها، كل اللي انا هعمله ان انا هشوف الاوبجكت بافر بتاعها. على ما اتذكر كان الاوبجكت هو فعلا رقم اللي هو رقم 6. فاللي انا هعمله ان انا هاخد اللي هو الار جي بي اي دي، هنزل الاوبجكت بافر كده اصبح بالشكل ده خلاص. طبعا هو كده، خلي بالك ان هو مش معهوش الفا، هو معهوش الفا زي ما انت شايفين. هخلي البلند مود بتاعه، في عندي هنا بلند مود اسمها ستنسل الفا، تمام، ستنسل الفا زي ما احنا شايفين كده، تمام. طبعا هي مش ظاهره ان اتشالت السواد اللي كان حواليها هو اللي اتشال واصبح قناه الالفا هي اللي موجوده. انا كل اللي انا هعمله هرجعها نورمال تاني وانزلها تحت، لا اخليها فوقها، مفيش ادنى مشكله خالص.
تمام، وعايز ان انا افصل التكست لوحده. فاللي انا هعمله ان انا هعمل كنترول دي، تمام، كنترول دي للار جي بي اي دي، وهاخد الاثنين دول اللي هم الار جي بي اي والتكست، واعمل كنترول شيفت سي واسميها تكست كوركشن، تكست كوركشن. دبل كليك بقى كده، وهما الاثنين كده دخلوا مع بعض في كومبوزيشن واحده. هضغط على التراك مات واخليها لوما تراك مات بالشكل ده كده. اصبح بس اللي عندي هي التكست، اصبح التكست اتفصلت عن بقيه المشروع. هاجي بعد كده لاير نيو واحط ادجستمنت لاير، واحط بقى اللي انا عايزه، الافكتات اللي انا عايزها، وليكن مثلا ثواني بس على ما يجمع الافكتس بتاعته. وليكن مثلا هاخد ممكن هاخد كيرفز مثلا، احطه على الادجستمنت لاير، واعمل بوست للمناطق الفاتحه، واقل شويه اخد اعمل شويه ساتوريشن. طبعا يعني انا مش عايز المنطقه تبقى فاتحه قوي، حاجه كده مثلا. ممكن ان انا كمان اظبط الدنيا اكتر من كده، لو انا حطيت هنا ليفلز تمام بالشكل ده كده، ممكن اعمل اقلل شويه المناطق الفاتحه وازود بحيث يعني تبقى باينه. تمام، ممكن بعد كده انزل ادجستمنت لاير تانية واحط عليها فاست بلر بحيث تديها جلو. يعني انا مش عايز احط جلو، بس انا عايز ادي احساس ان هي فيها اللي هو الجلو بتاع الشاشه، بتاع شاشه التلفزيون كده. هحط مثلا وليكن البلر هعمله ب 20 مثلا، وانا عملت ريبيت ايدج بيكسلز علشان الايدجز بتاعت الكومبوزيشن نفسها ما تبقاش فيها سواد. بعد كده هخلي البلند مود باوفرلاي خلاص، وابدا ان انا اقلل البلر شويه. يعني البلر هيقل شويه، وليكن مثلا ممكن اخليه مثلا 10 خلاص، بحيث زي ما انتم شايفين يبقى فيها جلو كده. عايز تقلل قلل، عايز تغير البلند مود غير البلند مود، خليه مثلا سوفت لايت. ممكن نخلي ده ب 5 مثلا، بحيث يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ونلعب بقى في البلند مودز زي ما احنا عايزين بالمنظر ده. تمام، بعد كده اقفل بقى دي. تمام، هنروح هنا هنلاقي التكست بس هي اللي اتأثرت. لو انا شلت دي اعتقد الافكت باين على التكست ومعمول له بوست بشكل احسن. طيب عايز كمان، ان انا افصل الدايره الحمراء، عايز اعمل عليها مثلا افتحها شويه، اظبطها شويه. هشوف الاوبجكت بافر بتاعها فين، على اعتقد واحد ده كان بتاع، مش كان، كانش بتاع حاجه اصلا. طب رقم اتنين ده كان بتاع السيركل اللي فوق اللي جوه. تمام، بالظبط ده بتاع الطبق اللي هو او الحته الحمراء اللي هي جوه دي. هسحبها برضو هنا. تمام، واعمل دبل كيت للمين باس، وبرضو كنترول شيفت سي واسمي ده كور، دبل كليك خلاص عشان اروح للكور، واخليها برضو لوما مات خلاص، بحيث تبقى بالشكل ده كده. نفس الموضوع، هروح للاير نيو ادجستمنت لاير، وهروح ل اعتقد ليفلز المره دي هو اللي يشتغل كويس، لان اصلا ما فيش تباين في الالوان. هو ممكن يكون في الانعكاس فيه شويه، لكن عايز افتح انا اللون بتاعه حبه يعني يبقى بالشكل ده كده. كده شفتوا الريفليكشن بانت قوي هنا لو انا قفلت قبل وبعد. تمام، هنا الريفليكشنز بانت شويه. ممكن كمان ان انا احط بدل ليفلز ممكن احط هيو وساتوريشن معايا، يعني معايا ممكن احط هيو ساتوريشن، ممكن ارفع
الساتوريشن شويه بحيث اديله برضو اللون الاحمر. البرايتنس ممكن نرفعها سنه. خلاص بالشكل ده كده. عايز اغير اللون، لو انا عملت كلرايز غير اللون زي ما انت عايز، لكن انا مش عايز اعمل كلرايز. ممكن بقى عشان ادي الفينش النهائي ممكن اروح ل كيرفز خلاص، وادي بوست خفيف للضوء والمناطق الفاتحه بالشكل ده كده. اعتقد كده شكل تاني خالص غير الاساس. لو انا شلت دي اعتقد البوست او الشكل باين جدا. متهيألي بعد كده مش محتاجين ان احنا نعمل اي بوستنج او اي كلر كوركشن للموضوع. طيب تمام كده، وعرفنا فايده السبيشال باسز، عرفنا فايدتها ايه. خلاص فاضل بعد كده ان انا ازاي اقدر ان انا احط في حاجه. شفتوا الحواف اللي باينه دي؟ دي باينه من البلر، باينه من البلر، يعني هتبان لو انا شلت البلر اتشالت، لو انا شلت البلر اتشالت. وممكن ان احنا نعمل انتر اكتف بالاوبن جي ال بحيث ان هو يعني يساهم في عمليه انه يشيلها شويه. طيب بقى بالمنظر ده، بس انا هخلي الاوبن جي ال باوف علشان السرعه، عشان الرندر بس يبقى اسرع حبتين. ممكن على فكره نضيف افكت الماتت شوكر علشان يشيل لي النقرشه دي. نيجي بعد كده لللينس فلير، نيجي بعد كده للباك جراوند واللينس فلير هيتحط ازاي. دي امرها سهل، ان انا كده كده عندي الالفا موجوده، فهروح لاير نيو سوليد وهسمي دي بي جي او باك جراوند، وانزل الباك جراوند ورا السوليد بتاعتي بالشكل ده كده. ده انا نزلت الكاميرا اسف وانا اقول ما ظهرتش ليه. خلاص بالشكل ده. ممكن اروح بعد كده ل رامب وانزل الرامب واخليه راديال. اعتقد ان هي كانت راديال. تمام، واوسعه شويه مع شيفت طبعا، واغير الالوان. تهيألي كانت في الكور بتاعها كانت برتقاني، واعتقد ان هي كانت بره واخده اللون المحمر شويه ده. اعتقد انك هتواخد اللون ده كده. بعد كده تعالوا نحط اللينس بتاعنا او الاوبتيكال فلير بتاعنا. تعالوا نخفي كل ده مؤقتا لغايه ما نظبط الاوبتيكال فلير. هنسمي ده او اف ونحطه فوق الباك جراوند، ونروح للافكتس ونقول له اوبتيكال فليرز ونحذفه او اسف ونحطه على السوليد بتاعتنا بالشكل ده كده. طبعا انا بس هطلع دي علشان اعرف الكور بتاعي فين، او البوينت بتاعتي بالظبط هتبقى فين. اعتقد ان هي هتبقى هنا عند رقم 7. نشيل ده، نيجي بعد كده للاوبشنز بتاعت الاوبتيكال فليرز، وتعالوا نروح للبريسيتس ونروح لموشن جرافيك ونشوف بريست تنفع انها تكون نواه للشغل بتاعنا. اعتقد البريست دي تنفع مع حبه تعديلات. اولا المالتي ايرز انا مش عايزه، المالتي ايرز اللي هو ده انا مش عايزه، فهشيله خالص من الموضوع، هشيله من القصه خالص. انا مش عايز اي مالتي ايرز. تمام بالمنظر ده كده. ممكن نعمل ايه؟ ده الشيمر، الشيمر ده انا ممكن اكبر السكيل بتاعه، ممكن اكبره هو نفسه، ولو اني عايز اقلله شوية. تمام، في الجلو نفسه عايزه يقل حبة، لان هي ما كانش فيها جلو عالي قوي قد ما كان فيها سترايكس، قد ما كان فيها اشعة. في كمان حاجة عايز انزلها في اللينس اوبجكت، حاجه اسمها السبايك بول. اهي السبايك بول، السبايك بول دي خلاص. لكن انا عايز السبايك بول تبقى مقاسها او حجمها كبير، لكن الاضاءه بتاعتها مش عاليه قوي.
هخليه لونه غامق شوية، تمام. وال الشيمر ده هخلي اللون بتاعه اغمق سنه، لان انا هقلب اصلا المود جوه لاد، فمش عايزه يبقى ابيض. خلاص بالشكل ده كده اعتقد ان هي كانت واخده روتيشن ب 90 درجه. خلاص برضو شوف، تمام. الشعاع ده كان فيه ازرق، الشعاع ده كان فيه ازرق اللي هو الشيمر ده، نشوفه نعمله هايد. لا مش ده الاسترايك، يبقى الاسترايك ده، الاسترايك ده فعلا كان فيه لون ازرق. يعني انا لو خدت الكور ده كده اعتقد هو كان كده، وممكن ان انا اخليه جراديانت لان هو كان مش ازرق ازرق، يعني كان فيه برضو جزء واخد من اللون اصلا، تمام. ممكن نغير الاوفست بتاع الجراديانت بحيث يبقى الكور بتاع الازرق جوه. ممكن اعمل ريفرس، لكن انا مش عايز ريفرس، انا عايز الازرق فعلا يبدا من جوه. اعتقد هي كده كانت طالعه بالمنظر ده. نيجي بعد كده للانيميشن. الانيميشن بتاعها كان طبعا هو لسه انا لما عملتش الريندر مود، المفروض يبقى في اوفر، في الريندر مود في اوفر اوريجينال وفي ترانسبيرنت. انا ممكن اعمل ترانسبيرنت كده بحيث يبقى على الخلفيه، وفي اوفر اوريجينال يعني فوقها، في اوفر اوريجينال يعني فوقها بالمنظر ده. طبعا انا هعملها اون ترانسبيرنت بليند مود باد عشان تديني ده، او سكرين، اعتقد سكرين افضل هتدي شكل افضل. هعمل تيست بس على السكيل، هعمل تيست على السكيل. هو السكيل كده هو هيوصل للدرجة دي في الانيميشن، لكن انا عايز السبايك بول، لان كان في اشعاعات وحاجات حلوة كده مش ظاهرة معايا، فانا هكبر السبايك بول بالشكل ده واعمل اوكي كده. شوف بالظبط الدنيا كانت متغيرة خالص، تمام. طيب كده انا وصلت السكيل ل 420. طب حلو، انا في الاول خالص، في الاول خالص عايز كي فريم للسكيل. انا مش محتاج البرايتنس في حاجه دلوقتي خلاص. وفي الباك جراوند هحط كي فريم للستارت كلر والاند كلر، والاثنين اسود، والاثنين هيبقوا بلون اسود بالشكل ده كده. كده اصبح هنا وهنا عندي اثنين كي فريم، فهضغط يو عشان يجيب لي كل الكي فريمز اللي موجود عندي. السكيل هبداه بزيرو، مش عايز ابداه بزيرو، خلوها بواحد من 100، على اعتبار ان الافتر افكت لو انت بدات السكيل بزيرو ما بيعملكش اكسبوننشال سكيل، ما بيطلعهولكش بالتدريج، بيقوم ناطط مره واحده. بعد كده هطلع قدام شويه، يعني قيمه 20 فريم كده ولا حاجه، اعتقد مش هتبقى لسه، لا لسه هتبقى ظهرت، هي كانت قبل ما تظهر، ماشي مظبوط. وهعلى بالسكيل ل 420 و30 خلاص. والالوان دي ترجع زي ما كانت تاني، الوان الباك جراوند تمام ترجع زي ما كانت تاني خلاص. ده هيبقى اللون البرتقاني، وده هيبقى واخد اللون المحمر شويه خلاص. بالظبط بالشكل ده كده اصبح بالظبط زي ما كانت الخلفيه بتطلع، تمام بالشكل ده كده. وكده دي رايحه وراها بالمنظر دوت. اعتقد بقى ان كان السكيل كان بيقل بعض الشيء، بالشكل ده كده. طبعا انا بس في اوبشن انا مش عارف، الاسترايك ده او الشيمر ده، الشيمر ده المفروض اكبر الحجم بتاعه حبه عشان يديني هنا شويه ديتيلز. طبعا كل الكلام ده خلاص رايت كليك وهتقول له، او مش كل الكلام ده، السكيل ده انا هعمل رايت كليك وكي فريم اسيستنس واقول له اكسبوننشال سكيل عشان يكبر بشكل يعني ايه كنترول زد. ليه كنترول زد؟
لان انا عايز السكيل ده يكبر بسرعه، ومن هنا لهنا في الاثنين دول رايت كليك وعايزه اكسبوننشال سكيل، يقل بالراحه. يعني هو يكبر بسرعه ويبدا يقل على مهله بالراحه خالص، تمام بالشكل ده كده. لكن في شويه حاجات عايز اعملها. اولا في الاوبتيكال فلير انا عايز ان انا اروح ل ال 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 هي راحت فين؟ ايفولوشن انيميشن ايفولوشن انيميشن اهي انيميشن ايفولوشن. عايز اعمل انيميشن ايفولوشن ولتكن مثلا 320 بحيث يبقى فيه تحريك في اللايت شويه، واخليها اسرع من كده 1 و320. طب تعالوا نعمل سولو للاوبتيكال فلير، تمام، ونشوف رندر على السريع كده هيبقى شكله عامل ازاي. تمام كده هيبدا السكيل المفترض ان هو يقل، بس انا مش شايف ان فيه انيميشن، فهنشوف اي حاجه في الفليكر. ماشي، اعتقد ان في البليند مود، في البليند مود ممكن نغير شويه. يعني لا، البليند مود انا عايز اغير، عايز اخد حاجه ما تديليش الحاجه الفقعه اللي في النص دي. يمكن الكالر لو غيرناه، ممكن الكالر لو غيرناه، بس انا مش عايزه يغير في كله. لا، غير كده في كله، خليه ابيض زي ما هو. تمام، برضو عايز ابص، انا عملت سولو والمفروض اعمل سولو كمان للباك جراوند. اغير كده الكالر ونشوف. لا، غير، انا اخليه ابيض زي ما هو. ممكن من جوه في البليند مود باي ديفولت معمول لاد. طب انا عايز اخليه سكرين واشوف هل تفاصيله هتقل ولا لا، وعايز اخليه هنا اد. لا، يرجع زي ما كان احسن، او نشوف كده لو لما كان في، لا هو يرجع زي ما كان احسن، يبقى هو هنا نخليه اد بالشكل ده كده ونقلله بالمنظر ده. طيب الباك جراوند اعتقد انها عايزه تاخد لون غامق شويه عن اللون ده، وغامق برضو شويه عن اللون ده، تمام بالشكل ده كده. بالنسبه للانيميشن او الفليكر، هنروح لفليكر واخلي الانيميشن سموث، تمام، والسبيد وليكن نعلي السبيد، نخليها مثلا 30، والاماونت نخليه مثلا 60 ولا حاجه ونشوف. ادي عرض سريع. اعتقد السبيد هتقل شويه، السبيد اللي هتقل، السبيد تقل، هنخلي السبيد 5. تمام، شكلها هتقل عن 5 كمان. تمام، نشوف تاني. ماشي، حلو قوي كده. ممكن لو حد حب يغير، على فكره لو انت حبيت تغير دي في اي وقت، هتروح هنا وتروح مثلا لاي كاستم بريسيتس، اي كاستم بريسيت انت عايزها واعمل فيها اللي انت عايزه. هناخد مثلا اي واحده، اي واحده وليكن مثلا زي دي. مش هتاخد اعمل كانسل، مش هتاخد اعمل كانسل. انا بفضل ابص على حاجه كمان، معلش اعطلكم معايا شويه، بس انا عايز اوصل لاحسن، عاوز اوصل لاحسن نتيجه اللي احنا وصلنا لها قريبه، بس انا عايز اوصل لحاجه اقرب
من كده كمان. طب هي ممكن دي لو احنا شلنا، الايرس دي كلها، الرينجز دي كلها، كل الرينجز دي مش محتاجينها. لا الشيمر ده انا محتاجه. المالتي ايرس ما ماشي. تمام. ونخلي الجلوبال كولر بتاعها واخد اللون ده. نشوف. لا اعتقد ان احنا زي ما كنا هيبقى احسن. هنشيل الايرس تاني. بالشكل ده. وكنا احنا خفينا الجلو على ما اعتقد. كنا خفينا او قللنا حجم الجلو. انا مش عايز الجلو عالي قوي بالشكل ده. والسترايك والشيمر. تمام. ونعمل اوكي. كده احنا كلوز قوي 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 اللي كان موجود. فاضل بس اللون بتاع السترايك. احنا كنا جينا هنا وكنا رحنا في كاستم وجراديانت وكنا عملنا ده واخد اللون الازرق. والاوفست علشان ناخد اللون الازرق مظبوط. تمام. وريفرس ونعمل اوكي بالشكل ده كده. طبعا هنا احنا ممكن بقى نخليه الاد واحنا قلبنا جامد، ونغير الباك جراوند نخليها واخده اللون الاحمر، ودي تبقى واخده اللون البرتقالي بالشكل ده كده. تمام بالمنظر. طبعا انت تقدر تلعب بقى زي ما انت عايز في الالوان زي ما تحب، بمجرد انك تشيل بقى السولو ونرجع كل حاجه زي ما كانت تاني. فاضل يتبقى حاجه واحده فقط اللي هي الموشن بلر. الموشن بلر انا هستخدم افكت اللي هو ريل سمارت موشن بلر. هاخد ريل سمارت موشن بلر واحطه على السؤال اللي هو المين خلاص، وازود الاماونت. هو كان عالي شويه، زيرو اخليه 8/10. لا اخليه اعلى من كده كمان، احنا ممكن نخليه 1.5 خلاص، لانه هو كان فعلا عالي. والسنسيتيفيتي علشان يراقب اي حركه مهما كانت قليله هخليها 100، لان انا محتاج ان هو حتى الحركه بتاعت اكتمال نص الدايره اللي جوه تبان. وبرده نفس القصه في التكست خلاص، انا ممكن اخليه 1.8 كمان. ونجرب بقى نعمل تيست رندر. تعالوا بس نعمل سيف الاول لاحسن الدنيا كلها تبوظ خلاص، وتست رندر وارجع لكم تاني. شوف كده التست رندر بتاعه. لو خدنا بالنا هنلاقي ان التكست لازم ينزل عليها موشن بلر. كنترول سي واروح احطه على التكست برضو. كنترول في واروح احطه على الكور. كنترول في. طب ما انا عندي حاجه، يعني لو احنا هنجرب حاجه مع بعض كده، ان انا هاخد الريل سمارت موشن بلر ده واخده احطه على ادجستمنت لاير. كنترول في. وكده الواحد ريح دماغه. وانا هرفع الموشن بلر ليمكن 5 كمان. تمام بالمنظر ده كده. ونشط الموشن بلر برضو على الكومب F4
وهنشط الموشن بلر على كل حاجه فيها حركه، لان الموشن بلر بتاعها كان يعني جامد جدا جدا جدا. ونشوف بقى المره دي هيبقى تيست عامل ازاي، وارجع لكم برضو تاني. نشوف كده بقى تيست رندر شكله عامل ازاي. اعتقد كده شكله تمام، ولو ان احنا ممكن نوصل لشوية تويكينج، او ان احنا نعمل شوية تظبيط ل شوية تظبيط للفلير، يعني ممكن نعمل للاخ ده، ممكن نعمل له دوبليكيت تمام، ونخلي السكيل بتاع ده كبير شوية تمام. المنظر ده كده، ونعمل اوكي. اعتقد ده شكل احسن. ممكن الخلفية كمان نروح نشوف الرامب، ننزل اللون البرتقاني ده لتحت خلاص بالمنظر ده كده، ونطلع اللون الاحمر ده لفوق شوية. يعني الواحد يعني بنحاول نعمل شوية تفاوت بس في الالوان، بحيث ان انا احصل على حاجة قريبة من الخلفية اللي كانت معمولة. طبعا لو انت عايز تظبط حاجتك ممكن تقعد الى ما لا نهاية تفضل شغال. زي ما قلت احنا كنا اتكلمنا او احنا اتكلمنا على مبدأ صناعة الفاصل، واعتقد ان انا الحمد لله يعني وفقت في تقديمه. اي استفسار انا موجود على موقع training.pro-v.org اللي هو موقع اكاديمية بروفيجن، جروب على الفيسبوك برضو بروفيجن اكاديمي، موقع سي جي واي ومركز طريق الجرافيك التعليمي، وموقع ايديال ديزاينر، وموقع فكرنا، وموقع عمرو خالد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.